ينضم لنا الآن من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر أهلا بك معنا. دعنا نأخذ منك آخر التطورات المتعلقة تحديدا بجبهة باخموت. ما الذي يحدث هناك تحديدا وما صحة الأنباء التي تتحدث عن انتشار للقوات الأوكرانية تحديدا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو؟ نعم داليا، الجانب الأوكراني يؤكد استمرارية العمليات الهجومية من قبل الجانب الروسي في شرقي البلاد وتحديدا على ثلاثة محاور وهي باخمود وأفديفكا وماركا. كذلك أيضا قال بأن الجيش الروسي شن خلال 24 ساعة الماضية 46 غارة جوية على محور مدينة باخمود، وأن الجيش الأوكراني تمكن من صد 60 هجوما قامت به القوات الروسية على المحور الذي أصبح يسمى بمحور باخمود، ولكنه يضم عددا من المدن والبلدات، وهو المحور الممتد من وسط مقاطعة دونيتسك إلى مدينة أفديفكا الواقعة جنوب مقاطعة دونيتسك. في المقابل أيضا قال الرئيس الأوكراني بأن سقوط مدينة باخمود تعني بأن القوات الروسية سوف تتمكن من الدخول إلى المناطق التي تقع في عمق مقاطعة دونيتسك وهي إسلافيانسك وكراماتورسك، وأن مدينة باخمود هي خط الدفاع الأول عن هذه المدينة. وتؤكد بيانات هيئة الأركان العامة بأن القتال ما زال مستمرا رغم قول بعض المحللين العسكريين بأن القوات الروسية تمكنت من تحقيق تقدم في هذه المدينة وأنها تسيطر على ما يقارب من 80% من هذه المدينة، لكن الجانب الأوكراني يقول بأن القتال ما زال مستمر في وسط وغربي هذه المدينة، خاصة وأن الجانب الأوكراني اتخذ من منطقة تقع غرب مدينة باخمود وهي تشاسوفيار كقاعدة انطلاق لصد كل الهجمات الروسية على هذه المدينة. أيضا جنوبي البلاد تداولت بعض الوسائل الإعلام الأوكرانية عن عمليات إنزال قام بها الجيش الأوكراني على الضفة اليسرى من نهر دنيبر وهي المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية في مقاطعة خرسون، لكن هومانيوك وهي المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب حين ردت على هذا السؤال لم تنفي ولم تؤكد طبيعة عملية الإنزال التي قام بها الجنود الأوكرانيون في هذه المنطقة، ولكن بطبيعة الحال سوف ننتظر المعلومات المؤكدة الصادرة من قيادة عمليات الجنوب للجيش الأوكراني فيما يخص عملية إنزال بعض الجنود الأوكرانيين على الضفة اليسرى من نهر دنيبر في مقاطعة خرسون داليا. شكرا لك من كييف مراسلنا عامر العروقي.